اهلا بكم القمه العالميه للحكومات هي منصه عالميه تهدف الى استشراف مستقبل الحكومات حول العالم حيث تحدد لدى انعقادها سنويا برنامج عمل الحكومات في المستقبل مع التركيز على تسخير التكنولوجيا والابتكار لمواجهه التحديات التي تواجه البشريه تعقد القمه العالميه للحكومات هذا العام تحت شعار تشكيل حكومات المستقبل وستجمع القمه التي ستعقد في دبي تحت مظلتها نخبه من قاده الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصناع القرار ورواد الافكار والمختصين في الشؤون الماليه والاقتصاديه والاجتماعيه من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والمعارف والافكار التي تسهم في تعزيز التنميه والازدهار حول العالم تعد القمه العالميه للحكومات برنامجا عالميا لنقل البشريه نحو عصر جديد من المسؤوليه والمساءله حيث تتخذ الحكومات خطوات اضافيه لخدمه المواطنين بشكل افضل ستسلط الاجنده هذا العام الضوء على سته محاور اساسيه هي تسريع التنميه والحوكمه ومستقبل المجتمعات والرعايه الصحيه والتعليم والوظائف كاولويات للحكومه وتصميم واستدامه المدن العالميه وحوكمه المرونه الاقتصاديه والتواصل بالاضافه الى استكشاف افاق جديده للعلم من خلال العلوم والتكنولوجيا لحل ابرز التحديات واغتنام فرص العقد المقبل عقدت القمة العالمية للحكومات للمرة الاولى في دبي عام 2013 ولكن بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد المكتوم تم نقل القمة الى مستوى عالمي جديد وشملت التغييرات تغيير اسم القمة من القمة الحكومية الى القمة العالمية للحكومات وتغيير هيكل المنظمة واعتماد هدف تقديم خدمات معرفية متكاملة لاكثر من 150 حكومة ومنظمة عالمية. تكمن اهميه القمه العالميه للحكومات في دورها الفعال في استشراف افاق المستقبل بشكل عام حيث ان هذه القمه على مدار الاعوام الماضيه كانت محل اهتمام ومتابعه الحكومات وصناع القرار حول العالم لما لها من مدخلات وابتكارات تساعد في صياغه وتعديل الاستراتيجيات والخطط المستقبليه لتلك الدول التي تضع جميع امكاناتها للاستعداد لذلك المستقبل المنشود